عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة منازعات التحكيم المرفوعة على مصر من بعض المستثمرين أمام هيئات التحكيم الدولية والتركيز على تسويتها بالطرق الودية بدلا من التحكيم، وذلك بحضور وزراء العدل والعدالة الانتقالية والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مساعد وزير العدل للتشريع وممثلين عن هيئة قضايا الدولة. ذكر بيان لمجلس الوزراء أن الدولة ترغب في إرسال رسالة جادة حول تشجيعها للاستثمار في جميع المناحي والتصالح مع المستثمرين الجادين وتسوية المنازعات المثارة معهم بشأن الاستثمارات، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأموال العامة، كذلك الحفاظ على حقوق المستثمرين. كما وجه محلب بتشكيل لجنة وزارية لحصر المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم الدولية أو لجان تسوية المنازعات أو القضاء المصري لتسويتها والتصالح بشأنها وفقا لأحكام القانون.